واحنا في اجواء طبعا امتحانات الثانويه العامه لاخواتنا واولادنا من الطلاب. تم النهارده امتحان ماده اللغه العربيه وبيؤدي اكثر من 745 الف طالب وطالبه لامتحان في 1981 لجنه سير على مستوى الجمهوريه. نتكلم في تفاصيل اكثر مع ضيفي عبر الهاتف الاستاذ شادي زلطه المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم. مساء الخير عليك وبرحب بيك معانا فنون القمه استاذ شادي. مساء النور، اهلا بحضرتك واهلا بالاستاذ المشاهدين. كلمني عن اختبار الثانويه العامه في اللغه العربيه ويعني الفيدباك او رد الفعل للطلبه والطالبات اللي ادوا الاختبار. هو الحقيقه طبعا يعني النهارده ادى امتحان ماده اللغه العربيه 721 الف طالب امام 1986 لجنه على مستوى الجمهوريه، وطبعا كان في طلاب مدرسه متفوقين اللي ادوا في الفتره الاولى ماده اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللي هي اللغه العربيه، والفتره الثانيه مقاييس المفاهيم، وكان عددهم 1643، وكان عندنا كمان 255 طالب وطالبه من طلاب مدارس المكفوفين ادوا امتحان ماده اللغه العربيه ورقه اولى اليوم. ده بالنسبه للاعداد. فيما يتعلق بطبعا انتظام سير الامتحانات، يعني خلينا اكد لحضرتك ان كان في اجراءات مكثفه للغايه ومتابعه مستمره منذ بدايه اليوم صباحا لكل الاجراءات المتعلقه به، دخول اللجان والتفتيش وانتظامها ووصول حتى كمان الصناديق ورق الاسئله لمقر اللجان الفرعيه على مستوى الجمهوريه. ويمكن طبعا احنا على مدار الفتره الزمنيه للامتحان تم اصدار عدد من البيانات المختلفه والمتعلقه بالتحديث المستمر لكل ما يطرا على توقيت الامتحان، سواء فيما يتعلق وحتى بالاجراءات الخاصه بضبط اي حالات غش عاديه او غش الكتروني خلال الامتحان. طيب ورد استاذ شادي النهارده في الاختبار يعني كلمه توقف امامها الطلبه والطالبات وهي معنى كلمه تتلظى. طبعا هي كلمه قرانيه يعني وردت في القران الكريم، عملت حاله من يعني الارباك نوعا ما. اولا انا خليني طيب اوضح لحضرتك الموضوع ببساطه شديده جدا. هو اولا الكلمه لم ترد في الامتحان في نص قراني، ولكن وردت في اطار نص مقروء متعلق بفهم حاله فهم ان الطالب بيقرا نص عادي جدا وبيستخرج منه الفهم اللي هو يقدر من خلاله يطلع المرادف او المعنى الخاص بالكلمه. ويمكن الفقره من سياق الجمله من سياق الجمله. ويمكن الفقره اللي ذكرت فيها هذه الكلمه تحديدا هي كانت بتعني بمعنى الفرق بين الغني والفقير وما يعانيه الفقير وما يعانيه الغني. فكان المعنى الجمله جاء في اطار ان يعني يمكن خليني اقولها لحضرتك تحديدا، ووقيت مع عرضه له السري من حسد وكره فلا تتلظى صدوره لنعمتك. وهنا كان المعنى الصحيح ليها من ضمن الاختيارات المتاحه في الاجابه هي كلمه تحقد. تحقد الصدور لنعمتك، يعني هي مفهومه من معنى او اطار النص المقروء اللي بيقراه الطالب وبناء عليه بيفهم معنى الكلمه. وربما هي تحمل يعني معاني قريبه من هذا، ربما اشتعال او التهاب او ما الى ذلك. طيب خليني اسالك استاذ شادي، بالنسبه ل كان في فتره اللي فاتت وفرت الدوله المصريه وعبر عن ده وزير التربيه والتعليم انه في مراجعات مجانيه لطلبه طبعا الاعداديه، بس خلينا نتكلم فيما يخص الثانويه العامه. بتشوف اهميه هذه المراجعات المجانيه المقدمه للطلبه والطالبات بتاتي بتاثر بشكل ايجابي شكله ايه؟ هو الحقيقه يمكن الاجراء الخاص بتقديم المراجعات النهائيه المجانيه للطلاب سواء فيما يتعلق بالمرحله الاعداديه او حتى ايضا مرحله الثانويه العامه هي بتتم من خلال ثلاث مقار تعليميه بكل اداره تعليميه على مستوى الجمهوريه، يعني في كل اداره داخل كل مديريه تعليميه هي بيها ثلاث مقرات يتم من خلالها توفير هذه الخدمه التعليميه المجانيه للطلاب وبدون اي حجز مسبق، يعني الطالب بيروح بس مجرد ما هو يسجل اسمه ويتلقى هذه الخدمه التعليميه. ويمكن دي يعني جاءت منذ بدايه شهر 5 في اطار سلسله من الاجراءات اللي قامت بيها الوزاره لتوفير كل سبل تحصيل الدراسه للطلاب
حتى بما في ذلك كان توفير مواد تعليميه وتدريبيه تم توفيرها على موقع الوزاره بها نماذج امتحانات يقدر يعني يتدرب عليها الطالب ايضا عشان يقدر يتدرب على مواصفات الامتحان بتاع نهايه العام. ويمكن خليني بس اكد لحضرتك نقطه اخيره، ان يمكن الدكتور الحجاج يوجه منذ الامس باستمرار المراجعات في كل ماده على حتى نهايه الامتحانات الثانويه العامه ان شاء الله. يعني المراجعات المجانيه مستمره يعني مع الطلبه والطالبات حتى نهايه الامتحانات، حتى اخر اختبار. طبعا بنتمنى لكل الطلبه والطالبات النجاح والتفوق، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله استاذ شادي زلط المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم، شكرا جزيلا لحضرتك.